لا يموت الحنا، القوي القدوس الذي لا يموت الحنا، قدوس الله قدوس القوي القدوس الذي لا يموت الحنا، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدس، يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله، امنح رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة، يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالحة عن توسلاتنا، بل وطدي سيرة المستقيم الراي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وجميع إخوتنا في المسيح. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بسم الرب بارك يا أب. المجد للثالوث القدوس المتساوي في جوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو أثرت ذبي يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه، وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه، أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي، قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا، وسحقت أسنان الخطأ للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك، أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت فيا ومكنت علي يدك، ليس لي جسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن أثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي، قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء، شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي، يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخفى عنك،
قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه. وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظم علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجعي لدي في كل حين. لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني. وقد كثر الذين يبغضوني ظلما. الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني. أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني. أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر عطشت إليك نفسي. بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسفوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك. لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي. فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذت بك في الأسحار. لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به. لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذت بك في الأسحار. لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك. فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب. صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات. مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يديك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في الظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارفي جعلونيها مرجاسة. قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وليك وسط يدي. ألعلك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا لك يا رب صرخت فلتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي وحين ارتفعت وضضعت وتحيرت. علي جاز رزقك ومزعاتك أزعجتني. أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديق والقريب ومعارف من الشقاء. يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك. فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي الرب ويجمع ما في داخل اسمه القدوس. بارك يا نفسي الرب ولا تنسى جميع مكافآته. الذي يغفر جميع آثامك. الذي يشفي جميع أمراضك. الذي ينجي من الفساد حياتك. الذي يكللك بالرحمة الرأفة. الذي يشبع بالخيرات شهواتك فتجدد كنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيما ورؤوفا طويل الأنات وكثير الرحمة. ليس انقضاء يسقط ولا الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا. لأنه مقدار ارتفاع السماء عن الأرض. قوى الرب رحمته على الذين يتقونه. مقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأبو على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر. لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة ربي فهي منذ الدهر ولا الدهر على الذين يتقونه. وعدله على أبناء البلين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه لاصنعوها. الرب هي عرشه في السماء وملكته تسود على الجميع. بارك رب يا جماعة ملائكته مقتدرين بقوة العاملين بكلمته عند سمع صوت كلامه. بارك رب يا جماعة قوته ياخذ دمه العالي إرادته. بارك رب يا جماعة أعماله في كل موضع سيادته. بارك نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك نفس الرب
يا رب اسمع صلاتي وانصت بحقك الا طلبتي اسجل بعدلك ولا ادخل في محاكم عبدك فانه لن انتزك امامك كل حي لان العدو وقد طهد نفسي وذل في الارض حياتي واجلسني في الظلمات مثل انت منذ الدهر واجزر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي تذكرت الايام القديمه تهذبت في كل اعمالك وتاملت في صنع يديك بسطت يدي اليك نفسي لك كارض لا تمطر اسرع فاستجب لي رقت فنيات روحي لا تصرف وجهك عني فاشابه الهابطين في الجب اجعلني في غداه مستمع رحمتك فاني عليك توكلت عرفني يا رب الطريق الذي اسلك فيه فاني لك رفعت نفسي انقذي من عدائي يا رب فاني قد لجأت اليك علمني انا على مرضاتك لانك انت الهي روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه من اجل اسمك يا رب تحييني بعدك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستصل اعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لاني انا عبدك استجب لي بعدلك ولا ادخل في محاكم عبدك استجب لي بعدك ولا ادخل في محاكم عبدك روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه روح قدس لنا وكل اوان ومن دهر الداهرين امين هللويا 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 المشرك الله هللويا 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 المشرك الله هللويا 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 المشرك الله يا الهنا ورجانا لك المجد سلام الى الرب نطلب من اجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا الى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروسي والشعب إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين اعترفوا للرب وادعوا اسمه القدوس الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا ثاوس كيريوس كبفاناني مين لفلوي منوس وإرخو منوس انونوماتي كيريو حطمت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس وحولت نوح قبيلات الطين وامرت رسلك ان يكرزوا بانك قد قمت ايها المسيح الاله مانحا العالم الرحمه العظمى
المجد للآب والابن والروح القدوس باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة لثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسميان إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وانرت العالم أيها المسيح لله المجد لك الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسميان إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وانرت العالم أيها المسيح الإله المجد لك وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد وضع الحياة في القبر وجعل الختم على الحجر وحرس جند المسيح بصفة ملك نائم ومجدته الملائكة بصفة إله غير مائت وصرخت النسوة قائلات قد قام الرب مانحا العالم الرحمة العظمى. المجد للآب والابن والروح القدس أيها المسيح الإله المحب البشر يا من بدفنه الثلاثي الأيام سبى الموت وبقيامته المحيا بعث الإنسان من الموت بعد أن بلي المجد لك الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. أيها المخلص بظهورك في الأردن واعتمادك من السابق أيها المسيح شهد لك أنك ابن محبوب فلذلك قد ظهرت مساويا للآب في الأزلية وقد حل عليك الروح القدس الذي نستنير به نهدف قائلين المجد لله المثلث الأقانيم. فيما كان القبر مختوما أشرقت منه أيها المسيح الإله وفيما كانت الأبواب مغلقة وقفت بالتلاميذ يا حياة الكل وقيامتهم وجددت لنا بهم نعمة الروح المستقيم بحسب عظيم رحمتك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد أسرعت النسوة إلى قبرك بالدموع يحملن الطيوب فيما كان الجند يحرسونك يا ملك الكل ويقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر لقد قام رسول الرأي العظيم دائسا الموت فيا أيها الرب القدير المجد لك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا نهر الأردن ما بالك اندهشت عند معاينتك الغير المنظور عريانا فيجيب قائلا إني قد أبصرته فارتعدت فأنه كيف يتأتى لي أن لا أرتعد وأخاف والملائكة قد ارتعدت عند مشاهدته والسماء انذهلت والأرض شملتها الرعدة والبحر احتشم مع جميع المنظورات والغير المنظورات فإن المسيح قد ظهر في الأردن ليقدس المياه. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك جمع الملائكة انذل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص وضاحضا قوة الموت ومنهضا أدم معك ومعتقا ليانا من الجحيم كافة مبارك أنت يا رب علمني حقوقك الملك اللامع عند القبر تفوه نحو حاملة الطيب قائلا
لما تمزجنا الطيوب بالدموع بترثن يا تلميذات انظرنا اللحظة وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا مبارك أنت يا رب علمني حقوقك إن حملت الطيب سحرا عميقا سرعنا إلى قبرك نائحة إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمان النوح قد كف وبطل فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة أبغيت السكيري إذ أكسون متابك يوم تاسو إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحانوت إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا بما تحسبنا الحي مع الموتى فبما أنه إله قد قام من القبر ناهضا المجد للآب والابن والروح القدس نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صارخين مع السرافيم قدوس 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 أنت يا رب كنيك عيك استسعون استنعون النمين أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت أدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحوز لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها هاليلويا 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 المجد لك يا الله هاليلويا 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 المجد لك يا الله هاليلويا 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 المجد لك يا الله سلام إلى الرب نطلب كيريانا إيسوس أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة بكلية مريم مع جميع القديسين ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين أيها المسيح الإله يا من اتخذ صورتنا واحتمل الصلب لأجلنا خلصنا بقيامتك يا محب البشر يا من رد سبي صهيون من الضلالة انتشلني أنا أيضا يا مخلصي من عبودية الأهواء وأحيني إن الذي يزرع في الجنوب الأحزان والأصوام والدموع يجني أغمار الفرح المغذية إلى الأبد المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بالروح القدس يجري ينبوع الذخائر الإلهية ومنه الحكمة والفهم والخشية وله التسبيح والمجد والعزة والإكرام إنما يبنى الرب بيت النفس فباطلا نتعب لأنه بدونه لا يتم عمل ولا قول إن القديسين بإلهام الروح يأتون من ثمار البطن بعقائد التبني الأبوية المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهرين أمين بالروح القدس حصلت كل البرايا على الوجود لأنه إله قبل وجودها ورب الكل وحياتهم والنور الذي لا يدنى منه لقد وجد خائفو الرب طرق الحياة فهم يغبطون الآن وكل حين في المجد الذي لا يزول إذا رأيت أولاد أبنائك كالغراس حول مائدتك يا رئيس الرعاة فافرح مسرورا وقدمهم إلى المسيح المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين بالروح القدس كان غور المواهب وغنى المجد وعمق الأحكام العظيم لأنه معبود مع الآب والابن ومساو لهما في المجد
قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بيسيك إلى النهاية. قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بيسيك إلى النهاية. أعترف لك يا رب من كل قلبي، قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بائسيك إلى النهاية. إلى الرب نطلب لأنك قدوسا أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كل نسمة فلتسبح الرب، كل نسمة فلتسبح الرب، فلتسبح الرب كل نسمة. أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس، إلى الرب إلهنا نطلب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد. لنصغي. في ذلك الزمان أظهر يسوع نفسه لتلاميذه على بحر طبرية من بعد ما قام من بين الأموات، هكذا ظهر لهم. كان قد اجتمع سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، ونثنائيل الذي من قانا الجليل، وابنا زبدة، واثنان آخران من تلاميذه. فقال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب لأصطاد. فقالوا له: ونحن أيضا نجيء معك. فخرجوا وركبوا السفينة للوقت ليصيدوا في تلك الليلة شيئا. فلما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولم يعلم التلاميذ أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا فتيان، هل عندكم شيء من المأكول؟ فقالوا: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة من جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوها، فلم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، تزر بثوبه لأنه كان عريانا، وطرح نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة ولم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، وهم يجرون شبكة السمك. فلما نزلوا إلى الأرض رأوا جمرا موضوعا وسمكا عليه وخبزا. فقال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي اصطدتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجر الشبكة إلى الأرض، وهي مملوءة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخزق الشبكة. فقال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ علموا أنه الرب. فتقدم يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. وهذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع لتلاميذه من بعد ما قام من بين الأموات. المجد لك يا رب المجد. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطايا وحده لصليبك. أيها المسيح نسجد لقيامتك المقدسة، نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين، نسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأنه ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه ذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك محمى آثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثامح بلبي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج.
تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسيا اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس، بشفاعات الرسل وطالباتهم أيها الرحيم. امحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل آوان وإلى نهر الداهرين آمين. بشفاعات والدة الإله وطالباتها أيها الرحيم. امحو كثرة خطايانا وزلاتنا رحيم. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رفاتك وماثبي. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين، وأسبق علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدتنا وأتلاه الدائمة بتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيط البعض قوات السماوية المكرمة العادمة الأسد ونبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبانا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، وأبانا القديسين أثناسس وكيرلس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية، وأبوينا القديسين ملاتس بطرس بطريركي أنطاكيا، وأبوينا القديسين قلاوس رئيس سقفة ميراليكية وسبيريدون سقف ترميسوس العجائبيين، والقديسين المجدين الشهداء العظماء جورجس مظفر ديمتريوس مفيد الطيب ثيودورس التيروني وثيودورس قائد الجيش، والقديسين إغناطس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة، والقديس يوسف والقديسين يوسف ونؤولا وحبيب الدمشقيين الشهداء في الكهنة، والقديسين المجدين الشهداء متألقين بالظفر، وأبانا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار تشرقين بالله، والصليب الكريم شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين الصديقين واكيما وحنا جدي المسيح إله، وشهداء سينا ورايثو الذين نقيم تذكارهم اليوم، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. برحمة ورافات ابنك الوحيد ومحبة للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسها الصالح والمحي الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين. عندما أنرت البرايا بأسرها بظهورك هي المسيح الإله، حينئذ هرب بحر الكفر المالح والأردن الجاري أسفل انكفأ راجعا رافعا إيانا إلى السماء، فوطبنا في سمو وصاياك الإلهية بشفاعات والدة الله وارحمنا.
لن تقوى عزة الموت بعد على ضبط البشر في قبضته، فإن المسيح نزل فسحق قواه وحلها، فقيد الجحيم وابتهج الأنبياء ويقولون باتفاق الأصوات: لقد حضر المخلص للذين على الإيمان، فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. لقد ارتعد اليوم الجحيم والموت تحت الثرى أسفل مذعورين منك يا أحد الثالوث، والأرض مادت مرتجة وبوابو الجحيم حين رأوك ارتاع، والخليقة كلها مع الأنبياء رتلت لك ترنيمة الظفر يا إلهنا وفادينا الذي حل قوة الموت. فلنهللن هاتفين وقائلين لآدم وللذين من آدم: إن العود قد أدخله، فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة. في هذا اليوم الرابع عشر من هذا الشهر تذكار الآباء المقتولين في سيناء ورايثو، فبشفاعتهم اللهم ارحمنا وخلصنا، آمين. إن الرب القادر في الحروب قد كشف قعر البوشى واجتذب المختصين به على اليابس وبه غمر المضادين لأنه قد تماجد. إن الرب المانح قوة لملوكنا والرافع قل مساحيه قد ولد من البتول وهو آت إلى المعمودية لذا فلنهتف نحوه أيها المؤمنون ليس قدوس مثل إلهنا وليس عادل سواك يا رب. أيها الرب إن الذي قلت عنه إنه صوت صارخ في البرية قد سمع صوتك عندما أرعدت على المياه الغزيرة شاهدا لابنك وإذ صار ممتلئا بجملته من حضور الروح هتف قائلا: أنت المسيح حكمة الله وقوته. إن يسوع مبدئ الحياة وفي رياح لا سقطة آدم أول الجبلة وغير المحتاج إلى تطهير بما أنه إله يمنح للساقط التطهير في الأردن وإذ يبيد فيه العداوة يمنح السلام الفائق على كل عاق. إن صوت الكلمة ومصباح النور والكوكب الزحري والسابق الشمس يهتف في البرية قائلا لجميع الشعوب تبوا وتطهروا فها إن المسيح قد حضر منقذان العالم من الفساد. إن الفتيان الحسني العبادة لما طرحوا في أتون النار حافظهم حفيف نسيم بارك أنت أيها الرب الفائق التسبيح إلى أبائنا. نسبح ونبارك ونسجد للرب إن أتون بابل قد أظهر سرا مستغربا لما فاض الندى إلا أن الأردن كان مزمعا أن يتقبل في مجاريه نار غير الهيولية ويشتمل على الخالق معتمدا بالجسد الذي تباركه الشوق وتزيده رفعة مدده. لوالدة الإله وأم النور بالتسابيح نكرم معظمين. عظمي يا نفسي من هي أكرم قدرا من الأجناد العلوية إن الألسنة بأسرها تتحير كيف تمدحك بحسب الواجب وكل عقل وإن كان فائقا العالم فإنه يندهل
في تسبيحك يا والدة الإله، لكن بما أنك صالحة تقبلي إيماننا، لأنك قد عرفت شوقنا الإله، فإذا أنت ناصرة المسيحيين فلك نعظم. عظمي يا نفسي من أتى ليصطبغ في الأردن، احضر يا داود من روح وترنم قائلا للمستنير، تقدموا الآن إلى الله بإيمان واستنيروا. هذا آدم فقير صرخ لما سقط فأصغى إليه الرب، فأتى إلى مجار الأردن وجدده إذ قد استولى عليه الفساد. عظيمي يا نفسي من تقبل صبغة من السابق، إن إشعيا يهتف قائلا اغتسلوا وتنقوا، أزيلوا شروركم تجاه الرب، ويا أيها العطاش هلموا إلى الماء الحي، لأن المسيح يفيض من مجددا المسارعين إليه بإيمان، ويعمدهم بالروح لحياة خالدة. عظمي يا نفسي من شهد له صوت الأبوي، لنحفظ أيها المؤمنون بالنعمة وبالختم، لأنه كما نجا اليهود قديما من الهلاك لتطهير أحباب أبوابهم الدم، يكون لنا هذا الغسل الإلهي غسل إعادة الولادة صراطا، به نشاهد نور الثالوث الذي لا يرى. عظمي يا نفسي اليوم السيد يحني عنقه ليدي السابق، يا لعجائب ميلادك الفائق العقل، أيتها العروس الكلية النقاوة، الأم المباركة التي قد نلنا بها خلاصا كاملا، فنحن ننضم لها نشينا لائقا مقدمين تسبيحة الشكر هديا. عظيميا المجد للآب والابن والروح القدس. عظيميا نفسي عزة اللاهوت المثلث الأقانيم غير المنقسم، إذ قد عرفنا الأمور الظاهرة لموسى في العليقة، فهلموا نشاهد المعجزات الجارية برسوم مستغربة، لأنه كما سلمت تلك كذلك حفظت البتول لما حبلت بالنار وولدت المحسن الحامل الضياء، وكذا مجار الأردن لما تقبله. الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. عظيمي يا نفس المنقذة أيانا من اللعنة، أيها الملك الأزلي لما نقيت جوهر الأنام في المجار الطاهرة، ومسحته مكملا إياه بشركة الروح، وفضحت قوة الظلام المستولية عليه، نقلته لنا إلى الحياة الخالدة. عظمي يا نفسي من هي أكرم قدرا من الأجناد العلوية، إن الألسنة بأسرها تتحير، كيف تمدحك بحسب الواجب، وكل عقل وإن كان فائقا العالم فإنه يا ذهل. في تسبيحك يا والدة الإله، لكن
بما أنك صالحة تقبلي إيماننا لأنك قد عرفت شوقنا الإلهي فإذا أنت ناصرة المسيحين فلك نعظم. وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا ليسون أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين والدة الإله خلصينا من أدواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب إنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين. قدوس هو الرب إلهنا قدوس هو الرب إلهنا ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه لأن الرب إلهنا إن ابني زبد ونثنائيل وبطرس واثنين آخرين وتوما كانوا في بحر طبرية بقصد الصيد فألقوا الشبكة من الجانب الأيمن بأمر المسيح فجذبوا سمكا كثيرا ولما عرفه بطرس أتى إليه سابحا فهذا ثالث ظهور ظهره لهم وأراهم خبزا وسمكا على الجمر. إن المخلص الذي هو النعمة والحق ظهر في مجاري الأردن فنرى الثاوين في الظلمة وظلال الموت فإنه Oh.
مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبرار. لقد قام المسيح من بين الأموات وحلنا من قيود الموت، فاستبشري يا أرض بالفرح العظيم، وسبحي يا سماء مجد الله. سبحوا الله في قديسيه، سبحوه في فلك قوته. إذ قد عاينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم من الخطيئة وحده. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. إننا لن نفتر من السجود لقيامة المسيح، لأنه هو خلصنا من آثامنا، فقدوس الرب يسوع الذي أظهر القيامة. لحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. بماذا نكافئ الرب عن كل ما جازنا به؟ فإن الله حل من أجلنا بين البشر، والكلمة صار لحما لأجل الطبيعة التي فسدت وحل فينا. والمحسن أتى إلى العادمي الشكر، والمعتقى جاء المأسورين، وشمس العدل أشرقت للجالسين في الظلمة، والعديم التألم علق على الصليب، والنور حل في الجحيم، وأقبلت الحياة للموت والقيامة للساقطين. فلنهتفن إليه يا إلهنا المجد لك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. إن المسيح إلهنا الذي هو نور من نور، الإله الظاهر قد أشرق للعالم، فلنسجد له أيها الشعوب. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. أيها المسيح، كيف نكرمك كما يليق نحن العبيد أيها السيد، لأنك بالمياه قد جددتنا جميعا. البحر رأى فهرب، والأردن نور جاء إلى الوراء. لما اعتمدت يا مخلصنا في الأردن قدست المجاري بوضع يد العبد عليك، وشفيت آلام العالم. فعظيم سر تدبيرك أيها الرب المحب البشر، المجد لك. ما لك أيها البحر قد هربت، وأنت أيها الأردن رجعت إلى الوراء. إن النور الحقيقي قد ظهر، فهو يمنح الاستنارة للجميع، والمسيح الفائق كل طهارة يصطبغ معنا، فيبث التقديس في الماء فيجعله تطهيرا للنفوس. إن الأمر الظاهر أرضي، ولكن مفهومه يفوق السماوات، إذ إن بالغسل يحصل الخلاص، وبالماء الروح، وبالتقديس الارتقاء نحو الله. فعجيبة أعمالك يا رب، المجد لك. Yeah.
المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس قدوس
اليوم صار الخلاص للعالم، فلنسبح الذي قام من القبر انصر حياتنا، لأنه إذ قد حطم الموت بالموت منحنا الظهور والرحمة العظمى. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب، من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب، من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب، من أجل هذه المدينة، من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، أضل وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. في خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب صارت اليهودية مقدسه بشفاعة والدة الإله، يا مخلص خلصنا. البحر رأى فهرب والأردن رجع إلى الوراء، ما لك أيها البحر قد هربت وأنت أيها الأردن لما رجعت إلى الوراء؟ بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب، كيريا ليسون، أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لك يا رب.
لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي لأنه قد أمال أذنه إلي فادعوه مدة أيامي. خلصنا يا ابن الله يا من اعتمد من يوحنا في الأردن نحن المرتلين لك هاليلويا. اكترفتني أوجاع الموت وشدائد الجحيم أدركتني صوصن معصيته وأني يرزاني بوياني بابتستيسان داسي هاليلويا. الرب رحيم وعادل وإلهنا يرحم. خلصنا يا ابن الله يا من اعتمد من يوحنا في الأردن نحن المرتلين لك هاليلويا. المجد لله والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خالصنا. وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا ليسون. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنودي ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. اعترفوا للرب فإنه صالح وإنا للأبد رحمته باعتمادك يا ربنا للأردن ظهرت سجدة للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسميا لك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجدولا ليقل بيت إسرائيل إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته باعتمادك يا ربي نار الأردن ظهرت سجدة للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسميا إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا
مستقيم. مبارك الاتي باسم الرب، الله الرب ظهر لنا، خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرددين لك هاليلويا، حطمت بصليبك الموت وفتحت للنفس الفردوس وحولت نوح حميلة الطين وأمرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله مانحا للعالم الرحمة العظمى. باعتمادك يا ربي نار الأردن ظهرت السجدة للثالو، لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسميا إياك ابنا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت وانرت العالم أيها المسيح الإله المجدولا، أن يرضاني بابتزو منوسو كيريائي تسري اضو سفانيروثي بروسكينيسيس του γαριένι το ρωσί φωνή προς εμαρτυρήσει αγάπη των σε Υιόν ονομαζούσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφάνες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Αγιάνου κέρημου εμπένει πόλεος να αμνήχει Χαμπίμ σεχιδέι المجيديني والشفيعيني من أجلنا، فكما على المذبح قدم ذبيحة يسوع المحب البشر هما الآن يقدمان لله خروفين مذبوحين خائزين دلتا الغنية. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. اليوم ظهرت للمسكونة يا رب ونورك
قد ارتسم علينا نحن الذين نسبحك بمعرفة قائلين لقد أتيت وظهرت أيها النور الذي لا يدنى منه. إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس Athanatos eleison imas Kudusun illah Kudusun ilqawi Kudusun illadhi la yamutun hamna Al-Majdul il-Abi wal-Ibni wal-Ruh il-Qudus الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين قدوسان الذين يموتوا ارحمنا نادينا بيس قدوس الله قدوس القوي لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك ابتهجوا أيها الصديقون بالرب حكمة وصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسو لنصغي يا إخوة لكل واحد منا أعطيت النعمة على مقدار موهبة المسيح فلذلك يقول لما صعد إلى العلا سبا سبيا وأعطى الناس عطايا فكونه صعد هل هو إلا وإنه نزل أولا إلى أسافل الأرض فذاك الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء وهو قد أعطى أن يكون البعض رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين ولعمل الخدمة وبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى مقدار قامة ملء المسيح سلام لك أيها الأخ القارئ الحكمة
فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان لما سمع يسوع أن يوحنا قد أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وجاء فسكن في كفر ناحوم التي على شاطئ البحر في تخوم زبلون ونفتاليم ليتم ما قيل بإشعياء النبي القائل أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في بقعة الموت وظلاله أشرق عليهم نور ومنذ إذن تدعى يسوع يكرز ويقول توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. المجد لك يا رب المجد لك. أيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين ليس حتى مقيدين بشهوات ولذات جسدي أهلا يتقدم إليك ويبنو منك أو يخدمك يا ملك المجد فإن خدمتك عظيم ومرهوبة حتى لدى القوات السماوية أيضا لكنك لمحبتك للبشر التي لا تقاس ولا تقدر قد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير ومسحت لنا رئيسا كهنة وبما أنك سيد الكل سلمت إلينا خدمة هذه ذبيحة كانوا فيها غير دموية لأنك أنت وحدك أيها الرب إلهنا تسود السماويين والأرضيين أيها الجالس على العرش الشروبيمي ورب السرافيم وملك إسرائيل القدوس وحدك المستريح في القديسين فإليك إذن أتضرع أيها الصالح والسميع الحسن وحدك اذكر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال وتعلم في قلبي من كل نية شريرة يعني كفار بقوة روحك القدوس إذا أنا لابس النعمة الكهنوت نقي فلا دم إلى الكاذب المقدس واخذ جسدك المقدس فعل دمك الكريم فإني إليك أتقدم حانيا عنق إليك أطلب الله تصرف وجهك عني ولا تنزل من عبدك ولا أرتضي أن تقدم لك هذه القرابين مني أنا عبدك الخاطئ غير مستحق لأنك أنت المقرب والمقرب القابل والمؤزع أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدأ له وربك الكلي قدس صالح وكل أوان وإلى ذهب الدائرين آمين أيها الممثلون الشربين السريع المرنمون التسبيح المثلث تخليص للثالث المحيط لنطرع عنا كل اهتمام دنيوي إننا مضمون أن نستقبل ملك الكل تحف به المراد من الملائكة بحال غير منظور هللويا 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 تبارك الله لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك نسميها لما يا معشر المؤمنين في قيامة المقدس أنا أعظم خلقة الفرح لكل العالم مبارك في كل حين الموت وخطر حمني يا الله بعظيم رحمتك وبحسب كثرة الأفات والخمرات سني كثيرا من إثم خطيئتي فهمي فاني انا عارف مثل خطيئتي امامي في كل حين اليك وحدك قدامك السماء لكي تزقى في اقوالك وتغلب في محاكمك انا ذات الاسامح بلا بيوم الخطايا ولدى اسمك لانك قد احببتك
تحت لغوام لحم الشوراتيا والمراد عن خطايا وكلما قلبا نقيا نطلقها يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من امام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نحني بهجة خلاصك وبروح رياسي نعظمه فعلم الاثماء طرقك والكفر اليك يرجعون انقذني من الدماء يا الله الى خلاص فيبتدي الثاني بعدلك يا رب افتح شفتي في مخدر افهمي بتسبيحتك لانك لو اخذت ذبيحتك جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وكلاءها والذين يتعبون ويخدمون وفيها يرتدون عبيد الله مقدمي هذه القرابين المقدسة من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وراحة نفوس موتاهم جميع الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح الإله المقدس ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريركنا يوحنا وكهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المطوبين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من أبائنا وإخوتنا الراقدين هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
جمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئتنا الرب نسأل لك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل استجاب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل استجاب يا والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل ورسوك كبيرا أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل برسوك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين نودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب رفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسها الصالح والمحيي أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك حب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب ومن وملجأ وروح الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمن بإله واحد آب غامض الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا
وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا، لنقف بخوف، لنصغي، نقدم بسلامنا القربان المقدس. سلام ذبيحة تسكين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا. لنضع قلوبنا فوق هي لنا عند الروح لنشكرن الرب خلق ووزير لأنك أنت الإله الذي لا يفي بوصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين تسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس أنت وكل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك ذكرت ابنك الوحيد لك بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا وفي الليلة التي أسلم فيها والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم فإن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن بما أننا ذاكرين هذه الوصف خلاص يخلنا جل من أجل صلب القبض وصعود إلى السماوات والمجيد التي لك وهي مما لك ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا إليك نشكر يا رب إليك نشكر
أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب ونضرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع ما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم، آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم، آمين، محولا إياهما بروحك القدوس، آمين آمين آمين، لكي يكونا للمتناولين بهت نفس مغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، خاصة من أجل كلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم. عظيمي يا نفسي من هي أكرم قدرا من الأجناد العلوية، يا لعجائب ميلادك الفائق العقل، أياتها العروس كليات النقاوة الأم المباركة التي قد نلنا بها خلاصا كاملا، نحن ننظم لا مقدمين تسبيحة شكر هدية، اذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا يوحنا وهبوا لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك، والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وأعطنا نمجد مسبحا بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب يا رب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبل على مذبح المقدس السماء والعقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. واهنا أيها السيد نرسل بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خذنا جوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن عليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير
لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحني روسنا للرب. أشكرك أيها الملك غير المنظور، يا من بقدرتي التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمتي الكثيرة خرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم، لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سأل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا. رافق المسافرين واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي والحاضر معنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. جسدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أرفعك يا ملكي وإلهي. روس خمين القدسات للقديسين. يجزأ ويقسم حمل الله الذي يجزأ ولا ينقسم ويؤكل دائما ولا ينفذ المقدس المشتركين به كمال روح القدس. يسوع المسيح بارك يا سيد قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله جراء تناول إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مواسم مباركة تنتهي اليوم، فاليوم وداع عيد الظهور الإلهي، وهكذا نختتم فترة كنسية زاخمة زاخرة كانت غنية للمؤمنين. فكما نعلم من قبل عيد الميلاد من بداية شهر 12 أعياد القديسين الكبار، القديس يوحنا الدمشقي، القديسة بربارة، القديس سابا، القديس سبيريدون، ثم يأتي عيد التجسد، تجسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح، وبعده عيد الظهور الإلهي. فترة كانت غنية بالروحانيات، غنية بالصلوات، صوم، تكثيف لكل الأنشطة الكنسية، سهرانيات، أمسيات، ريسيتالات، كل ذلك. ومن جهة أخرى مختلفة ولو قليلا في اللباس، في الطعام، في الزينة، في الاحتفال. فترة كانت بلا شك مميزة، ولكن من الخطأ أن نعتبر كل ما قمنا به في الفترة السابقة أننا صنعناه نحن أو فعلناه نحن، ومن غير المنصف أن نغيب دور الله في كل ما سبق وحدث في الأيام المباركة التي مضت. فالميلاد هو صنعه من أجلنا، والظهور الإلهي هو صنعه أيضا من أجلنا. يد الله كانت حاضرة وبقوة، لا بل يمكن أن نقول عمل الله كان حاضرا وبقوة. فما أعظم من هذا العمل
أن يترك ملك عرشه ومملكته ليتنازل إلى حيث يوجد عامة البشر. ما أعظم من هذا العمل! الله الذي لا يرى ولا يحد، لم يسمع به أحد، ينطق ويشاهد ويحل روحه القدوس على الأرض وعلى البشر. إنها أفعال إلهية. لقد كانت فترة عمل الله بامتياز، عمل الله الظاهر والمرئي والملموس من البشر. لم يعد الله مغيبا، الله تجسد طفل، رآه، سجدوا له، قدموا له الهدايا في الظهور الإلهي. لقد رأوا الابن في الماء، سمعوا صوت الله الآب، وشاهدوا الروح بهيئة حمامة يحل على الرب يسوع. إلهنا لم يعد مخفيا، لم يعد متعاليا، لم يعد بعيدا. إلهنا أظهر فعله الملموس على هذه الأرض. والجواب: لماذا قام الله بكل هذا العمل؟ لماذا قدم الله كل هذه المحبة، كل هذه التضحية، كل هذا التنازل الغير منطقي؟ بلا شك أن الله لا ينقصه شيء إلا أمر واحد، إن صحت التسمية، ينقصه أنه يشتاق إلى تلك العشرة، إلى تلك الشركة التي كانت بينه وبين الإنسان. أنا إلى شركته. لذلك قدم كل ما قدم من هذه التضحيات ومن هذه الهبات ومن هذا العطاء. إذن علينا أن نتذكر أن هذه الفترة الروحية الزاخمة التي مرت علينا لأسابيع، إنها زاد يبقينا سنة كاملة، ولكن هذا الزاد يستند على أن الله فعل شيئا إليك، فعل، وليس فقط نذكره بالعقل أو بالفكر. أن الله صنع شيئا إلي من أجلي، من أجل خلاصي. هذا يقودنا إلى علاقة شخصية مع الله. حذاري أن تنتهي الأعياد بانتهاء البهرجات أو بانتهاء السطحيات، أن نعود إلى ملابس قديمة، إلى طعام اعتيادي، أن نزيل مظاهر الزينة والفرح، وننسى أن الفرح الحقيقي أن نتذكر دوما وفي كل يوم ما صنعه الله إلينا. الذي تم هو عظيم جدا، ولكن هذا العظيم الذي صنعه الله، تذكر دائما أنه من أجلك أنت. ماذا نحصل في النهاية؟ كيف يكون عملنا؟ لماذا فعل الله كل ما فعله؟ إنه من أجلنا، من أجل خلاصنا. كلمة ترد كثيرا في صلوات الفترة الماضية حتى اليوم: النور. في الميلاد نتحدث عن النور، في الظهور الإلهي نتحدث عن النور. الله يريد لحياتنا أن تكون في النور، أن يبتدئ عهد جديد هو عهد النور، وينتهي عهد ظلام، والظلام هو البعد عن الله. أي مكان، أي زمان يكون فيه الإنسان بعيدا عن الله هو الظلام، والنور حيث نقترب من مصدر النور أي من الله. يريد الله لحياتنا أن تكون في النور أي بالقرب منه. هذا ما يسعى إليه، هذا هو الهدف. سمعنا اليوم في نص الرسالة الإلهية على رسال بولس الرسول كلمة: أن نصل إلى ملء قامة المسيح. هذا ما يجب أن نأخذه من الأعياد، هذا ما يجب أن يكون جوابنا على ما فعله الله إلينا. نعم يا الله، قد عشنا، قد رأينا، قد سمعنا ما صنعت من أجلنا، ولكن نحن أيضا ليست قلوبنا من حجر، نحن عندنا جواب، عندنا رد فعل، عندنا موقف نجيب الله عليه. نعم يا رب،
ستكون حياتنا بالنور الذي حدثتنا عنه في الميلاد والذي أظهرته لنا في الظهور الإلهي، أن تكون حياتنا بنورك. ماذا يعني؟ باستقامة، أن نكون كلنا كالمسيح، أن نصل إلى ملء إقامة المسيح، أن نمتلئ من المسيح. هذا لا يأتي إلا بأمر واحد، ألا وهو المحبة العظمى أو ما يسمى العشق. وتعشق حدا بصير كل تفكيرك، كل قلبك، كل ذهنك، كل وقتك، هذا الشخص المعشوق حاضر لديك. هكذا أيضا كما عشقنا الله، كما عشقنا الله، يعني هو عشقنا وقدم كل ما قدم من أجلنا، أيضا جوابنا هو عشق كامل لله، قلوب ملتهبة بمحبته. عندها وقتها يكون حاضر فعلا في كل لحظة من لحظات حياتنا، يكون مالئ قلوبنا، مالئ حياتنا. هكذا نصل إلى ملء قامة المسيح، عندما يصبح هو الأول والكل في حياتنا. نبتدئ سنتنا هذه الجديدة بزمن يتكرر، لا معنى للزمن ولا قيمة للزمن ولا شيء يختلف في الزمن، ما يختلف هو نحن، موقفنا، حياتنا، علاقتنا مع الله. أن تكون سنتنا مباركة يعني أن نقوم بعمل مبارك مع الله، أن تكون سنتنا مفيدة يعني أن نغير نحن ما في أنفسنا، أما الساعات والدقائق والثواني هي كلها من اختراع الإنسان وافتراضه بالعمق، لا وجود لها ولا معنى لها. الذي له معنى هو نفعل ما نفعله نحن في هذا الزمن. قد أعطيتنا يا الله وأظهرت لنا الكثير من المحبة، فلن يكون جوابنا إلا محبة مقابل المحبة، وإلا عطاء مقابل العطاء، وإلا تواضعا مقابل التواضع. علنا نسعى في كل قلوبنا وكل شغفنا فعلا أن نمتلئ إلى ملء قامة المسيح. عندها لن نشاهده فقط بالرموز، وإنما نقابله وجها لوجه في ملكوت السماوات. آمين. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. وضع يد العبد عليك.
Yeah.
إن المخلص الذي هو النعمة والحق ظهر في مجاري الأردن فأنار الثاوين في ظلمة وظلال الموت فإنه قد أتى وظهر النور الذي لا يدنى منه إن المخلص خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت سجدة للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسمي السماء وليكن على الأرض كلها مجدك ارتفع اللهم إلى السماء وليكن على الأرض كلها مجدك تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك نيجنا طول النهار ببرك هللويا 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 فتناول مستقيمين أسرار المسيح الله هي المقدسة الطاهرة غير المائتة
السماوية المحية المرهوبة فنشكر رب شكرا لائقا. قادر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. لأنك أنت تقديسنا ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم مبارك مباركك يا رب ومقدس المتوكلين عليك. خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك. أنت منحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. بس قبل ما نختم يا أحباء بدي أذكر أنه يوم الأربعاء الساعة 6 المساء في عنا صلاة بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبير. يوم الأربعاء الساعة 6 مساء قداس إلهي بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبير. وهلأ كلنا بننزل مع بعضنا على القاعة نشرب مع بعض مو فنجان قهوة، في شيء تاني مقدمين لنا إياه اليوم، مشان هيك ما رح نقول فنجان قهوة، وبنقعد وبنحكي مع بعضنا كلمة منفع. وكمان بنتمنى لأولادنا اللي قدموا امتحاناتهم يكون التوفيق والنجاح، وكمان لأولادنا الجامعيين اللي هلأ كمان مقبلين لتقديم امتحاناتهم، بنطلب من ربنا ينور أذهانهم ويوفقهم. آمين. إلى الرب نطلب. بركة رب ورحمته تحلان عليكم بنعمتي الإلهية ومحبتي للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي من اعتمد من يوحنا في الأردن وقام من بين الأموات من أجل خلاصنا بشفاعة يومك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات قوات سماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذاهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية والقديسين الأولى وحبيب الدمشقيين والقديسين الصديقين وأكيم محني جدي المسيح الإله والقديسين الآباء المقتولين في سيناء ورايثو الذين نقيم تذكارهم اليوم وجميع القديسين حمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر ثالوث القدوس وليحفظ حياتكم كل حين آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلوات يا أبائنا القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. يسعد صباحكم.